وهذا الساندويش قد بدأنا بصنعه. أولا نضع الجبنة الصفراء القطعة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، ومن ثم نضع التلياني، مرتديلا التلياني، اثنين، ثلاثة وأربعة، وبعد ذلك نضع طبعا هذا الذي يسمى المايونيز في الساندويش. أيوة أيوة. وفي النهاية القليل من الزبيع، القليل الكثير من الزبيع، وهذا الكثير من الزبيع. نعم. وعند الانتهاء ماذا نفعل؟ نحمل هذا الساندويش ولا نأكله. لماذا لا نأكله يا قرين؟ ألا تعلم لماذا؟ ها، أتريدين أن أصنع لك ساندويشا مثله؟ لا. لماذا؟ لأني سأكل هذا. شو هالحديث لك يا قرين؟ حياتي اللي ستلعب بعمل الساندويش العجيب، بدك تاكلي أنت خلص. لا حياتي ما بيسوى تاكله، هيدا منه منيح للكوليسترول وأنت كوليسترول معك عالي. طب حياتي باكل نص هالساندويش. لا ما بيسوى. طب يا حياتي كاتشب للساندويش. ما بيسوى. لحسن هالساندويش. ما بيسوى. لك يا قرين طب جعان. جعان؟ فيك تعمل غير ساندويش، تستطيع أن تفعل ساندويشا من اللبنة الطازجة. ماذا؟ اللبنة الطازجة أجاز زيرو فات. نعم. كما تستطيع أن تضع معها بعض شرحات البندورة. نعم. قليل من الخيار. أجل. كما تستطيع أن تضع زيت الزيتون. أوه. المفيد جدا للصحة. نعم. وفي النهاية تستطيع أن ترش عليها بعضا من هذا الزعتر الطيب. الزبيع زبيع. الزعتر. مش زعتر. زعتر. هذا زبيع. كل عمر عم يقول زبيع. زعتر. مشينا ما بينسينا جار الهني بيجي على الريحة هيدا. قولوا لي مبروك. باركوا لي يا مومو. بشو بدنا نبارك لك؟ بالعودة. عودة شو؟ عودة الابن البار. نعم ما فهمنا شو يعني. برتاز يا مومو. ميصن. برتاز راجع من السفر، راجع من الغربة. عنجد؟ هيدي خبرية بتفرح. وامتي راجع؟ بكرة. اوف يا. وامه راجعة معه؟ نو لحاله. ما قبلت ترجع؟ دخيلك انت بشرفك كريم، شو شو هذا البلا طعمة؟ وحدة مجوزة وجيه بدها ترجع. ما هي كريم انا سألته اذا امك راجعة معك. وشو قال لك؟ قال لي ولو يا بيي هيدا سؤال ينسأل. أكيد لا. Never. Never forever. نعم. Ever. بارك لي. مبروك. بارك لي يا كريم. مبروك مبروك. وأي ساعة واصل من غير شهر؟ هو للحقيقة ما قال لي أي ساعة. بس أكيد جاي. شو عم تحكي؟ ليه ما قال لك أي ساعة؟ قال شو؟ بده يعمل لي إياها سوربرايز. سوربرايز؟ يعني بكرة مش لازم تنطروا على المطار أنت؟ لا لا يا فادي، ما هو قال لي اوعى تنطرني بالمطار يا بيي، انطرني بالبيت. لا ما لا. ما قلنا لك بده يعمل لي إياها سوربرايز. جاب لي بده إياها سوربرايز، خيي بده يعمل لك إياها سوربرايز، لشو قال لك أصلاً جاي بكرة؟ يا حبيب قلبي، ما خيفين علي يصير لي شيء من هول السوربرايز. لك إذا حدا بده يصير له شيء هو أنا من هول هالسوربرايز. حبيب قلبي. على كل حال يا وجيه مبروك وإن شاء الله يسأل بالسلامة. ميرسي يا كريم، ميرسي يا حلوة أنت، ميرسي يا قمر، ميرسي يا أم شعر متعوج، يا مسوقة. ليك وجيه. نعم. بكرة مش تستقبله لبرتاز إيديك فاضيين وعم بتطوطح فيهم شمال ويمين؟ لما بدك تستقبله خد بإيدك شي. لا لا يا كريم شو الحديث هيدا؟ احسبيني بلا ذوق بالمرة. أكيد رح أخد شي بإيدي. يلا باي باي. باي يا جماعة. هيدا برتاز ما يصن. أكيد. برتاز يا حبيبي جاي من السفر. حرام وجيه. أول مرة بشوفه هالقد مبسوط. ابنه برتاز جاي، ما بده هالقد ينبسط. أخ كريم الساندويش اللي كان هون وينه؟ لحق وجيه سمع مني واخذ بايده الشي. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر، وحشاني الابتسامة والشك. مرحبا يا خواجة وجيه. يا اهلا يا اهلا. شو عم تعمل؟ والله عم ناور كوسة. شو شايفني عم بعمل؟ عم تزين.
ولا عم تسأل؟ ما تقلي عم تزين كرمال بارتيز. يا عمي شو هالذكي انت؟ واللي بيقول عنك هالشي بيكون ما بيعرف شيء ابدا. يعطيك الف عافية. الله يعافيك. يلا بخاطرك. شو لوين رايح؟ والله رايح صعد سماي. عن جد وين؟ على الدورة. بدك رايح على السيارة شي بغرض يعني. دغري انت. ليش اليوم ما عندك شغل؟ لا والله اليوم اوف. لك عظيم يا فادي عظيم لك. يلا حط ايدك معي وساعدني. يلا يلا. تعال هلا اذا بيوجعوني انا ما فيني عربي شو علق دخيل عرضك بلاها. شو بلاها يا فادي؟ شو طلب منك انا ترفع اثقال؟ ليك شايف هذا الشريط لهون؟ امسك طرفه وروح فيه لقدام. ايه. وانطرني هونيك. وين انا؟ لقدام قدام هون فشخة فشخة يا فادي. انطرني هونيك. ليك خذ معك هيدي السيبة وقف عليها وعلي ايدك لفوق. كمان؟ لك ايه بس خلص هون بروح لعندك صعبي هيدي؟ لا والله هيني. يلا تفضل. ما تطرني كثير ايدي بيوجعني. لا 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 لا. ليك فادي. ليك اوعى اوعى تنزل ايدك ها. بس اقول لك نزل ايدك. ايه يلا. يلا. احشاني الابتسامة وشك ولا القمر. الحمد لله. هيك منيح؟ ايه منيح منيح ماشي لعندك منيح. ايه معلي بعد؟ ايه علي ايدك. ليك اوعى توطيها. لا توطيها لقلك. هيك منيح؟ ولك منيح منيح. وحشي لو اجي اسمع حدا يشوفني معربش هيك نص الشارع ببهدلني. دخيلك واذا شافك يعني ما بقى حدا يساعد حدا بهالايام. وشك ابتسامة. سوري بيت رزوق موجود بالبناية؟ عفوا؟ بيت رزوق. بترزوق اكيد اكيد. مين بدك بترزوق؟ لا 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 مش بهالبنايه. بترزوق موجودين بالبنايه اللي باول الشارع. اوكي ميرسي كثير عزبتك. لا خليني وصلي خليني وصلي. لا عنجد ما بدي اعزبك. لا شو تعزبيني يا عمي تحسبين الناس لبعضها بالنهايه. ميرسي. شو ما بقى حدا يساعد حدا بهالايام. تفضلي. الاسم كريم؟ فيفي. انا وجهي. تشرفنا. فادي يا بي شو عم تعمل عندك يا فادي؟ انا عم شو يا فادي؟ عم شو يا محامي؟ ما عرفش لي على هالسيبه بالشارع. عم ساعد وجيه ما وجيه يا وجيه لما ورا انا عم ساعد وجيه عم يزين الحي. عم يزين الحي؟ لا عشومة غير شهر. لا لا معي حدا بده ابنه بارتيز راجع من السفر بده يستقبله. راجع من السفر. وانت راجع لورا. معقولة محامي قد الدنيا يعربش لي عصيبة بنص الطريق؟ وطي صوتك يا عمي بتضحينا. إذا بده وجيه مين يساعده يروح ينقبر يجيب له الشغيل يساعده. خشت علي صوتك يا عمي دخيلك ما في جيران هون. ليه خايفة تنفضيه؟ خايف. ايه أكتر من هيك؟ معقولة؟ معقولة محامي قد الدنيا معمشقلي على هالسيبة؟ تعريف صدق المثل اللي قال جدي لعب بعقل تايس. امي شو رايك نطلع نحكي فوق على رواق؟ ماشي تفضل. خلينا نطلع نحكي قدام مرتك خليها تشوف كيف خاوتته لجوزك. امي امي الله يلقطني فيك يا وجيه. وهيدي الزينه مش رح يستعملوها لا يستعملوا فيها بارتيز. لا لا يستعملوا فيها وجيه محمول على الكتف. امي امي ابني تفضلي تفضلي اهلا وسهلا. ازي حاجزي الوقف لي على الكرسي بالشارع بنص الطريق وبيساعد وجيه وجيه شو بقى لما غير شهر. يا كارين يا كارين هاي صافي. اهلا اهلا. هاي تيتا. هاي كيفك استاذ فادي؟ اهلا اهلا تفضل. كيفك تيتا؟ اهلا. شو مين المحروس؟ هذا ربيع رفيقه لديها بالمدرسه. رفيقه بالمدرسه. ايه تيتا ربيع بيساعدنا بالدرس. بالدرس. لك تيتا ما عندك رفقه بنات يساعدوك بالدرس؟ ترى ربيع عم بيساعدك. بلا عندي بس ربوعه اشطر. مين ربوعه؟ ربوعه ربيع. انا تيتا. انا كريان والنعم. كريان كريان والسبع تنعم. لك دي اياه قوم اجيبي لك بيت معي. اوكي تيتا. قلت لي انت رفيقه لدي بالمدرسه؟ مظبوط. ومن بيت مين؟ من بيت مسائب. لك بدي اسالك كم سؤال. تفضل يا تيتا هيدك بيت مي.
مسقعك تيتا، بدي ماي مش من البراد. اوكي تيتا. ليك وين ساكنين؟ نحن ساكنين بالرابية. بدي منيحة. وبيك شو بيشتغل؟ دكتور. عظيم عظيم، كتير منيح. وين بحكم؟ بأي مستشفى؟ وين بحكم؟ بابا عنده مستشفى. كتير عالي، كتير عالي، منيح. يعني هيك صار عنا مستشفى إذا صار لنا شيء. بس مش لقلك تيتا. ليه مش لقلي؟ لأنه البابا حكيم بيطري. شو؟ تفضلي تيتا، هاي ماي مش من البراد. عالتليفون. لك شو قصتك لك يا كريم؟ إلي ساعة معيطلي. شو في فادي؟ دي يا ربيع تحت. عادي، شو فيها هالقد بدها؟ وأمي معه. شو؟ الله يخليكي كريم، خلينا ننزل بسرعة قبل ما تبلش أمي بالأسئلة ويبلش الخواجة ربوعة بجواباته الذكية. المصيبة أمي معها ضغط، ما بتحمل تعصيب؟ عن جد؟ إيه خلينا هون لكين؟ كريم؟ أوكي. وليك بتعرف لو بترجع لي شغلي لإلي، إيه لا اتركه لربيع مع لأمك النهار كامل، بركي يخلصني منها وارتاح. أمي أمي خلصينا هلا، أمي لو. شو قلت لي بتشتغل؟ لا 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 يا أمي، بعده ما بيشتغل، بعده بيتعلم مع ديا بالمدرسة. مش هو أمه. أمه إيه إيه، وين ديا أصلاً؟ بعدت تجيب لي مزهر. مزهر. هاي ربيع، كيفك حماتي؟ منيحة. تفضلي تعي اسمعي. سألي شو بتشتغل أمه؟ شو بتشتغل؟ بتلاعب بوكر بالكازينويات. سامع؟ سامع يا فادي؟ بتلاعب بوكر. وشو فيها حماتي؟ عادي. عادي؟ كيف شو فيها؟ كيف شو فيها؟ مرة بتوقف كل الليل تلاعب بوكر وشباب رايحة وشباب جاي. وشو فيها؟ ما الرجال كمان بيوقف كل الليل وبيلاعب بوكر وصبايا رايحة وصبايا جاية. سمعتها؟ سمعتها شو قالت؟ روقي لك يا عمي روقي. كيف بدك روق؟ كيف بدك روق كيف؟ لكن بس يا ست كريم، هيديك رجال مش مرة. وشو الفرق بين الرجال والمرة؟ ما اتنيناتهم بيشتغلوا ذات الشي. روقي يا كريم، روقي يا كريم. سمعتها شو قالت؟ بقى انا عارفة رح تقولي انه ذات الشي، يعني ما في فرق بين الرجال والمرة، ما هيك يا فادي؟ يعني بهنيك عصر وعهد تربية. ما تكون ما عجبتك تربيتنا حماتي. لا اكيد مش عجبتني. لك فادي، نحن من عمتين بتفوت بنت من بناتنا على البيت ومع رجال. من وقت ما تطورت البشرية حماتي، من وقت ما كبروا عقلاتهم البشر، الناس، المخلوقات. تطوروا المخلوقات؟ ولا بطل في رجال بالبيوت إلى كلمة؟ روق لك يا عمي روق، مش هنضغطك ما بيشوش. على كل حال حميتي، ولا نحنا هيك، يلي عيشبه عيشبه ويلي مش عيشبه ينطف حواجبه. سمعت؟ لا انت طول. لا يا ست كريم مش عجبني. طول بالك يا أمي. لا يا فادي، أنا هلا رايحة على البيت، ويكون بعلمك إذا بعد برجع للبيت وبشوف هيك شوفات، اعتبر انه انت لا ابني ولا بعرفك. بتلعب بوكر ايه؟ كيف اذا خبرتك التيتا شو كانت تشتغل؟ شو كنت عملتك؟ لا 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 يا ربوعة بلاها، امي معها ضغط. وشو كانت تشتغل؟ دانسوز. شو يعني دانسوز؟ رقاصة حماتي. امي لك عاجلنا بالمزهر. ماي ماذر، ماي ماذر. امي لو معقول قلت لها لتيتا سلمى انه امها بتلعب بوكر وانه ستك رقاصة؟ انه ما شفتيها كيف نازلة فيها اسئلة مثل عم يعمل لي فحص؟ حرام عليك حرام، كنت ماتت من القهر. ايه لا ما تخافي عليها، هيدا كله تمثيل عم تعمله لتشفق له قلبه لبيك. ليه انت شو فهمك بهيك قصص؟ شو نسيت انه انا كمان عندي بي وام وتيتا؟ شو قصدك تقول؟ انه كل التيتا بيعملوا هيك بولادهم؟ يعني انت ستك هيك بتعمل مع بيك؟ اكيد ربوع، يعني نحن هيك رح نعمل مع ولادنا؟ اكيد ما رح نعمل هيك حياتي ربوع. ايه
اهلا اهلا بربوعه. برابو برابو، كيف الدرس؟ كتير منيح. كيف صارت تيتا سلمى؟ لا من ايدها ولا من اجرها، لا حابه اودة يومي. حرام تيتا سلمى، ماما يحيى معها ما هيك؟ امك ما اعوذ بالله، امك عم تحكي اصحابها وتخبرن شو صار بحماتها. يا عم عن جد سوري، فكرتها بتحمل مزح. مزح؟ ايه باب، كل اللي قاله ربيع عن اهله كذب بكذب بكذب. نعم؟ اكيد كله كذب بكذب. لك شو هالمزحة تقعدي؟ كنت روحتها لامي. بتعرف شو بابي؟ منيح انه تيتا ليلى ما كانت هون، والا مدري شو كانت عملت. انت لو بتشوفيها كيف هرت هرع هالكنبية، زقلي وزقع اوضة النوم. كانت عملت مثل ما عم تعمل امك هلا. اخ يا راسي، اخ وجع قولي راسي. كل مره بقول ما بقيت رح ادعس بهالبيت وبرجع بدعس كرمال هالولاد. هاي تيتا، كيف صرتي؟ منيح حبيبتي. عادي عادي يومي حبيبتي حدي. اخ يا يومي، اخ لولا منكن انتو ما كنت بدعس بهالبيت. ليه؟ حدا مزعلك؟ امك. امي؟ لك لا يا تيتا، امي كتير بتحبك ودايما دايما بتحكي عنك. بتحكي عني انا؟ شو بتقول؟ بتقول عنك لقلاقة. شو يعني لقلاقة؟ شو؟ بتقول عني لقلاقة هالحية؟ ايه، وبتقول عنك حية كمان. هيك بتقول عني كمان هالعقربة؟ ايه، وبتقول عنك عقربة كمان. كمان؟ واكتر شي اكتر شي بتحكي عنك بس يقع شي من ايدها. ايه شو بتقول عني بس يقع شي من ايدها؟ خلص تيتا، رح اتركك ترتاحي. ارتاح؟ كيف بدك يعني ارتاح؟ ما رح ارتاح الا اذا بتخبريني شو بتقول بس يقع شي من ايدها. تيتا انا ما بحب احكي عن الناس وخصوصا عن مام. طيب لكي يا يومي، انا هيدا الكيس مليان شوكولا كنت جابت لكم اياه معي، اذا بتخبريني بعطيك اياهم اليك. بس يقع شي من ايدها دايما مام بتقول اكيد هسلمى عم بتجيب سيرتي. هيك لكان الست كريم، ما بتخلي شي ما بتحكي عني. وقدام مين؟ قدام الولاد. خلص رح اتركك ترتاحي. طيب حبيبتي روحي ارتاحي. لك يومي، هيدا اللي اسمه ربيع بعده هون او فال؟ لا شو فال، اكيد بعده هون. شو يعني اكيد بعده هون؟ دايما بيجي لهون. يومك يومك يومك. ما كل الحق عفادي اللي رخيلة الحبل على الاخر، بخليها تمشي كلمتها مثل ما هي بدها بهالبيت. طب بعد بدك مني شيء؟ لا حبيبتي. ايه ليكي، بدي منك تنزلي تقعدي بيناتهم وتشوفيلي وتراقبيلي وتسمعيلي كل شي بيحكوا وتش تخبريني. اوكي. لك ولك ما في منك انت يا يومي، إذا في حاجة طالع بهالبيت لسته هو أنت. في أطلب منك شيء؟ أطلبي يا قلبة للتيتا. أنا عم صمد مصاري لأشتري كفغ للسلولار، وهو حقه 40 دولار وأنا بس مصمدة 10 دولار، فيك تعطيني 30 دولار؟ قال طالع للستة، قال لك حطيت لوزك لأمة. خدي تيتا هودي 20 دولار وبكفي لي بس تخبريني كل شيء. لك هلا انا مضطر افل بدي روح، بس بكره لما ارجع بدك تخبريني كل شيء صار بيناتهم. بثلاثين دولار مش بس رح خبرك شو كانوا عم يحكوا، رح خبرك شو كانوا عم بفكروا يحكوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. هولي شوية فيك حتى تتسلوا فيهم انتو عم تدرسوا. ايه وانا بقترح لكم الليمون، بعدك تذكر الليمون يا ربوة. هيدا انت وهيدا دي. لا شو عملتوا؟ لا كم مرة قلت لك مش هلقد قراب، هيك منيح وهيك بكون احسن اذا قعدتوا بعد عن بعضكم. ايه غزيهم بعد غنيشن وتشتيشن. اهلا بامي، كيف صرت يا امي؟ ايه انت هيدا اللي شاطر فيه، تسأل وتشوف كيف صرت امي بدل ما تشوف كيف صرت انا. روح شوف بيتك. عادي حميتي، ليش في اللي بكير؟ ربوعة رح يخبرنا شوي عن عائلته بعد. معلش ضغطك. لك اخ ضغطك.
كنت حابة أقعد بعد تخليكي تفقعي تبيع ضغطك يا أبي بس مضطرة فل بعد لكن ما تنسي مثل ما وصلت ايه اوكي باي ولك طولي بالك على أمي يا كارين فادي نعم تعرف شو قال المثل التلم الأعوج من الثور الكبير واكيد فهمت مين هو الثور الكبير سالو ست سالو زحك انت الثاني زحك هيك قهوة بدها هيك زبونات عيلي عفرت ميلي سترينج ليش فلي معصبي الست سلمى؟ ودخيلك ليش الست سلمى في شي مرة ما بتفل معصبي من عنا؟ ما هي هيك من غير شر بتضل منكوتي يومي فلو مي سبيك انجليش يا فادي نعم تسمح لي بشي كلمة عجنب لا والله أنا بدي أحكي معك كلمة عجنب عجنب شري فضل فوت. بس قل لي انت فيك دماغ ولك فيك عقل تركني بنص الشارع وفلت لا يا فادي انا ما فليت فتحة الارض وبلعتك يبلعك حوطي ريحني منك لا يا فادي انا عملت خير خير خارجيك مع مين عملت خير مع فيفي مين فيفي 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 بنت يا فادي زي العسل على قلبي هواك زي العسل عندي خير حرام يا فادي بنت تايهة بالشوارع مش عارفة حالها وين رايحة وين جاية فادي مش عارفة حالها بأي منطقة بأي شارع بأي حي طلبت مني يد المساعدة بلا لا يا خي ساعدها بس قلي لفل عاجي موقفنا بنص الشارع طيب خلاص يا خي غلطة وغلطناها بحقك ومنك السماح تبوس لا خي ما بدي تبوس لا بدي تبوس خي شو بدك المهم هلأ أنا قصدك بخدمة كمان لا لا هي الخدمة غير هيديك يا فادي ما فيها لا تعربوش ولا حمل ولا شيء أحسن أنا بدي استعير منك كاميرا الفيديو نعم ما تقلي بدك تروح تصور قدوم بارتاز فيها اوف واللي بيقول عنك بهيم يا فادي بيكون غشيم لك شفت حالك يا فادي بس تحلي وتستنتج كيف بتكون زي العالم لك برافو عليك برافو عليك انت الذكي لك انت اللي كلك ذكي حبيبي هذا السلولار انت اللي نيتعه ما في فيديو صوره بالسلولار نعم بدك استقبل قدوم بارتاز بالسلولار بعدين يا فادي كاميرا السلولار مش كتير منيحة مش ما فيها هالريزوليوشن العالية وبعدين ما في نعمل فيها مونتاج طبعا انت عم تستقبل مين تسونامي انت بقول له برتاز شو يعني هلا بدك تعبها يا ولا لا خي من عيرك اياها غيره كتر خيرك بكره قبل الضوء بيجي بيخدها لا عفوا يا فادي عفوا اليوم عندي على الساعة 12 بالليل مقابلة مع فرقة زفي بدي اتفق معهم حتى يستقبلوا معي برتاز شو رأيك؟ والله فكرة منيحة فرقة زفي بموبايا ايه فرقة زفي برافو عليك بس ليش راح انت تقابلهم الساعة 12 بالليل روح هلا لا لا يا فادي الساعة 10 بالليل عندهم زفة عرس فمنه بروح شوف شغلهم على أرض الواقع إذا خرج يستقبلوا برتاز ومنه متعشينا نقمي بتعرف العرس بيكون في كوكتيل غير شكل بتروح معي ولا ما معي وقت عزاء موفق الله معك الله موفق شو بقى بدي قال هيك أنا بدي أقول لك شغلي إلي من وقت ما قعدت هون حاسس إنه هذا الشاب عم يدرس معدية معه والأصول إنه يحط عيونه بالكتاب من وقت ما قعدت لهلأ ما شاد عيونه من عيونه فالهيئة جايكم صهر مبروك لهيك بما انه بكرة جاي زفي لهون والزفي ايمي قاعده شو رأيك نزفهم بطريقنا؟ نعم زفوا العروس زفوها على الورين مشوقة والله والله صارت الساعة 9 والخواجة ربوعة مربوعة الكرسي تحت حد بنتي حرام عليك عم يدرسوا عندهم فحص أي فحص لك يا حياتي لو عم بألفوا كتاب كانوا خلصوا شو قصدك تقول انو عم بيلتهوا ومنن عم يدرسوا لا مش هيك قصدي اقول فكرت قصدي اقول اكتر من هيك الغرام ضارب فيهم يا حياتي صغار هيا صغار حياتي صغار دخلي بتفرحي انت بس يكون في غرام حياتي صغار لك هيا صغار ربو على حاله قد برج ايفل لك اذا بوقف انا وياك فوق بعضنا هو اطول منا قال صغار ايه لك حاجة تنق انت شو بدك يعني ينزل قله لازلم يفل على بيته يسكت وما بقى تنق والله هذا لازم اعمله انا باتمان في فوت فوتي دي يا فوتي رابو بدو يقلكن باي
نعم فيلم؟ ايه بده يفل، بدك تقول له باي او بقول له يفل؟ قول له يفل خلص مثلا فادي؟ هي بنزل قول له باي للزلمة خلص نازل قول له باي. باي. شفت يا حياتي، شفت انك ظلمته، حرام الزلمة ما قبل يفل الا ليقلنا باي. ايه طيب يلا قومي قومي. لوين؟ لك نزل قول له باي. ننزل؟ بتنزل بتقله ليه؟ مين الرجال بهالبيت؟ انت الرجال والرجال هو اللي بينزل يودي الرجال صح؟ مش صح، ميت مرة صح كمان. ما مش هيك، اتفضل انزلي قلي له باي وخليني نام. فادي لك نازل 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 انا انا نازل انا انا نازل انا 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 نازل نازي. يا اهلا وسهلا، شرفتني. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. شو كيف كانت المراجعة على الفحص؟ مراجعة شو؟ ليش مين قال لك عنا فحص؟ نعم، ليش كل النهار قاعدين سوا؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ مش على اساس بكره في عندكم فحص؟ والله كنا عم نتناقش بمواضيع حياتية. شو مواضيع حياتية؟ مثل شو يعني بيي؟ الزواج، طلاق، الولاد، الشغل. شو هلا كل النهار قاعدين تت اتات لتحكوا بامور حياتية؟ وي ميرسي استاذ فادي لاستضافتكم الي ببيتكم. لا لا بس في اسالك سؤال صغير. شرف. مين هالحمار هيدا اللي عمل لك الاضاءة بالبيت؟ فقعوا عيوننا نحن عم نبحلق ببعض. اهلا وسهلا ربوع، شرفت. اهلا اهلا باي ديا. اهلا اهلا بيي. ايه باب، في مجال احكي معك عشر دقايق؟ اكيد. شرفي لكي بيي، انا وامك مش كتير مبسوطين من يلي عم بيصير. ليش؟ شو عم بيصير؟ بي هيدا ربيع عم بيضل حازق لازق عنا وهذا شيء مش مقبول. طيب ما عم بيدرسني، على القليل قولوا له ميرسي. صرنا قايلين له 100 مرة ميرسي، بدنا اياكي انت تقولي له ميرسي ويعطيك العافية. يا بابي ليش عم تقلي هيك؟ نحيا اللي ما عم بينام عنا. هيدا اللي كان بهضمها يا بي، ربيع عم بيبقى عنا بالبيت أكتر ما عم بيروح على بيته. طيب هالشيء عم بيزعجك؟ عم بيزعجني أنا وأمي، ليكي بيي نحن بنحبه لربيع، بس بدنا اياه يخفف مجيته لعنا شوي. طيب خلص رح قله يخفف مجيته لعنه. حبيبتي انت بك انا كل عمري اقول هيدي ديا طلعت لي، هيدي راسها كبيره هيدي، ولك هيدي اللي بتفهمني على الطاير. سيارتي مقطوعه وبدها ميكانيسيان. شو فعل؟ لا بعده هون؟ كمان لا. شو لكن؟ نايم ها.
اهلا. كيفك عمو فادي؟ خير مين؟ ولو ما تذكرتني اطلع فيي منيح. لك جاي تحزنني بالله اخيك، عيد مين حضرتك؟ برتاز. مين برتاز؟ برتاز برتاز ابنه لوجيه. برتاز مين هو وجيه اصلا؟ يي برتاز ابنه لوجيه. يا اهلا وسهلا. يا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. فوت 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 برتاز. يا اهلا برتاز، يا اهلا برتاز. صراحة دقيت لعند بابا ما كان حدا عم يفتح لي. ايه بوجيه مش هون يا حب العرس. لحدا منعرفه تجوز؟ ما بعرف. لا لا بتصور حدا من اصحابه يعني. شو راح يزعل هلا؟ ليش؟ يا اخي مع اساس انت بكره جايه. مزبوط انا قلت له بكره جايه. كيف بكره جاي اليوم؟ ما هلا صرنا بكره، ما صرنا الساعة 1:30 بالليل، يعني صرنا بكره. لو عفاك يا اهلا وسهلا برتز، شو بتحب تشرب؟ شو بتحب تاكل؟ لا لا ميرسي. اقول لك رح اتاخر ليرجع. والله ما بعرف، لا قوم دق له. لا لا اوعى اوعى، ما بدي اعرف انه انا هون وتروح المفاجأة بليز. طب شو بدك تعمل؟ انا رأيي انطروا ليرجع، الحنطر برا. لا لا اقعد اقعد، شو تنطروا برا؟ اقعد لك. لك نام هون، الصباح رباح، اصلا بيك الصبح جاي ياخذ من عندي كاميرة الفيديو، او جاي يتروق. والله فكرة، أنت أكيد إنه بكرة الصبح جاي لعندك؟ مش أكيد، 100% مأكد. ما تقلي هيدا نايم هون ابنك كريم. لا، هيدا ربوع. بونجور يا شو قالك بعده نايمين؟ ايه تيتا فوتي. يا رب تنجينا، انت بعدك هون؟ بيقولوا بونجور بالاول. شو كنت نايم هون؟ امبارح نقطعت سيارتي واضطريت نايم هون. وهيدا مين بسلامته المشلقة هون؟ علمي علمك. شو؟ فادي 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 صوت امي. اهدي بالله انا بشرفك فادي، نزال خفيلة صوت لامك الا في بشر مقبورين نايمين قبل الضو. ربيع برتاز. شو؟ ربيع اكيد امي شافت ربيع نايم تحت. وبرتاز شو خاصه برتاز؟ ما برتاز كمان نايم هون. شو؟ اوعى عشان الله خليكي عشان نلحق امي قبل ما يصير لها شيء. هلا شي امي 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 خلص ما بقى تصري، خلص ما بها شي هلا بتقوم. امي 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 اتصلوا بالاسعاف. شو في؟ شو صار؟ ربوعة صار لك شي؟ لا حياتي حياتي ما بني شي، بس ستك تعبانه شوي. بابي عملت شي خليته؟ هي حياتي هلأ بتحبيها للتيتا؟ لا بس امبارح قلي كل نهار عم صور جا وربيع فبدي منها مصاري. نعم؟ مين هيدا؟ أنا برتاز ابنه لوجيه؟ ايه ابنه لوجيه. امي قومي خلصينا يا عمي قومي، خلص طولي بالي. أنا جيت بيحط الكاميرا. لك شو بكم مجمعين هيك في شي؟ بس تسلمى غنية بدي اقطع مستشفى. لا لا ما بها شيء. شو 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 ما بها شيء؟ قوم حط ايدك معنا بدنا نقطع المستشفى. قوم قوم فادي فادي. شو شو؟ ولك شو بكم يا عمي؟ شو عم طلعوا فيه هيك كأنه جاي من الفضاء؟ ولك قوم ما في وقت، ازدفي نطرتي تحت وابني برتاز رح يوصل. يلا قوموا. كيفك باب؟ باب مين زمر؟ انا برتاز. برتاز ايه؟ انت مين؟ فادي انت عم تبرم ولا لا؟ ولا انا اللي عم بب ببرم؟ ميسان حبيبي اشتقت لك كثير. لك ايمتى جيت؟ ايمتى؟ امبارح بالليل دقيت عليك بس ما كنت عم تفتح لي. دوماج عن جد فاجأتني. ايه بس مش مفاجأة عادية. لا 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 مفاجأة قتلية. كيف صرت امي احسن؟ الحمد لله احسن. الحمد لله على السلامة. ديا تعباشي في لربيع اوعى بقى تتركيه، لانه الي سنين عم فتش على الشغله يلي بتخلي ستك على طول خبب على قلبك. بما انه صرت منيحه في حساب بيني وبينك. ايه اكيد. يلا يا جماعه قوموا استعدوا لننزل نزفوا لبرتاز. محضر لك احلى زفه. ايه زفه حاف ما في اكل. ايه مزبوط، اللي خلف ما مات.
صدق كارون ما عرفته لبرتاز، صار شاب اسم الله. ايه بس بيشبه كثير وجيه. ان شاء الله يشبهه بالشكل مش بالمضمون، والا بصير في عندنا كرسي كبيره بالبنايه. لا شو كرسي؟ كرستين. ليكي دي انا رحت حكيتها وقلت لها هيدا ربوعه خليه يخفف لي مجيته لعنا. معك حق فادي، كثير زاد الصبي، كثير عم بيجي لعنا. لا معك حق 100%، لازم يخفف مجيته لعنا، لازم ما يجي الا بس تكون امك هون. هاي باب، هاي مام. هاي نيوش. شو حبيبي خلصتي رسم انت وفريدي؟ ايه مام. وفرع بيته؟ نو. ليه؟ نو باب، فريدي نفس دولاب بيسيكلاتو، حرام فيه ينا